الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وما أغمنا، وعلى الإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا. وبعد، في لقائنا الأسبوعي في كيف عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم للفقراء. وصلنا إلى اللقاء الثالث أو الرابع فيه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض ويشجع ويحث أبناء الأمة وجماعاتها على العمل الشريف. والعمل الشريف في ديننا هو العمل الحلال. لا يوجد في ديننا، إذا كان العمل حلالا لا يوجد فيه عمل وضيع، إنما العمل الوضيع هو العمل الحرام، هو العمل الحرام. ولذلك بعض الناس يظنون أن من يعمل في أي مهنة من مهن الصنائع هذا يعمل عملا وضيعا، هذا غير صحيح. إنما العمل الوضيع هو العمل الحرام، لكن الأعمال الحلال كلها أعمال شريفة. اهتم ديننا بالعمل، واهتم بمن يفعل ذلك العمل، وكرم الله سبحانه وتعالى كل من يؤدي العمل، بل جعله الله جزءا من رسالات الأنبياء. فهذا نبي الله صالح يحدث قومه، يقول ربنا: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي يريد منكم العمل الجاد لعمارة الأرض، لأن الإسلام يحارب الكسل، ويريد من كل فرد فينا أن يعتمد على نفسه. فالشعوب الآن التي تأكل من عمل يدها شعوب قوية وقراراتها من رأسها، أما الشعوب التي تنتظر المعونات والشعوب التي تنتظر أن تستورد ما تأكله وما تلبسه، فهي شعوب ضعيفة، ضعيفة لا تستطيع أن تستغني عن هؤلاء الذين يخربون فيهم ما يريدون من عقائد ومن أخلاق ومن قيم، يفعلون فيهم ما يشاءون. ولذلك حث الإسلام على أن يجعل كل فرد فينا معتمد على نفسه، لا يحتاج مساعدة أحد، يجلب رزقه بالعمل. ولذلك تجد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يقول: وجعلنا النهار معاشا، يبين الله سبحانه وتعالى بأنه جعل النهار للبشر مضيئا. ليه مضيء؟ حتى يتمكنوا من العمل والسعي ابتغاء تحصيل أرزاقهم وأقواتهم ومعاشهم. وقال ربنا حتى لمن صلى الجمعة، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، اذهبوا إلى العمل، وابتغوا من فضل الله، ابحثوا عن العمل الحلال، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا بد للمسلم من الموازنة بين دينه ودنياه. في البداية إذا نذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا انتهت الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم شجع الصحابة وشجع هذه الأمة على جميع وجوه العمل الشريف. على سبيل المثال الزراعة، في بلادنا في السودان ومصر وسوريا والعراق وتونس والمغرب وغيرها من كل بلاد المسلمين، فيها من الأنهار وفيها من الثروة البشرية وفيها من المناخ ما يصلح أن يكون عندهم اكتفاء ذاتي. ونبيهم صلى الله عليه وسلم ونبينا يقول في الحديث لأنس ويحث على الزراعة، يقول: قال: ما من مسلم يغرس غرسا، اللي هو الشجر طويل الأمد لبعيد السنين،
أو يزرع زرعا، اللي المحاصيل الزراعية التي تقطف وتحصد في كل موسم، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. تصوروا لو أن المسلمين يأكلون قمحهم من أيديهم، ولو أن زراعتهم في بلادهم يأكلون من عمل أيديهم، ما احتاجوا إلى ذلك المستعمر، وما احتاجوا إلى ذلك المحتل الذي ولى عليهم منافقين جعلهم فقراء يموتون من الجوع في بعض بلاد المسلمين. هذه فضيلة كبيرة جدا لفضيلة الزرع، لأن الإنسان يأخذ أجرا من هذا الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة ما دام مستمرا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأمل لا في الزراعة فقط، بل في الحياة كلها. يقول في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إن قامت الساعة، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. حتى وإن قامت الساعة، والفسيلة هي صغيرة صغار النخل، يزرعها وتحتاج إلى سنوات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجدد الأمل عند هذه الأمة. تخيلوا لو أن الناس يأكلون كما يقول الشيخ الصحراوي: من أكل من فأسه يكون قراره من رأسه، من أكل من فأسه يكون قراره من رأسه. هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للأماكن التي فيها الزراعة، عليهم أن ينشطوا للزراعة وأن يأكلوا من عمل أيديهم. كذلك حث هذه الأمة على الصناعة في كل مجالات الصناعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. طيب، لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله داود عليه السلام؟ لأنه كان نبي ملك، وكان خليفة الله في الأرض، ومع ذلك كان لا يأكل إلا بما تكسبه يداه. سبحان الله، الصناعة أمر مهم جدا. لو إن المسلمون ينافسون في الصناعة كما كانوا يفعلون، إن شاء الله تعود لهم قوتهم وينافسوا في الخير، لا يكونوا سوقا مستهلكا فقط. وإذا كانوا سوقا مستهلكا ينتشر بينهم الفقر والبطالة والكسل والأمراض التي لم تكن في سابق الناس، ويموت بينهم الجوع.